أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في وقفة إنسانية جديدة من برنامج وقفات إنسانية. أعزائي، وقفتنا لهذا اليوم من مديرية كريتر، تحديدا من منطقة الخساف. معنا أحد الشباب هنا يحتاج إلى وقفة إنسانية من هذا البرنامج. طبعا نريد أن نتعرف عليه في البداية، هذا منزله، نريد أن نتعرف عليه وكيف ممكن نساعده. طبعا هو اسمه تامر، تعالوا نتعرف على تامر. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في ضيافة تامر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليك. هلا وعليك إن شاء الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. طبعا نريد أن نتعرف عليك في البداية. أنا الأخ تامر، أنا من العيال عدم من جامعة الكريتر، وعندي طفل عمره 6 سنوات، وبس حاليا ما مش معي عمل. متزوج من متى؟ أنا لي 6 سنوات متزوج، ومعي طفل عمره 6 برضه. هذا ابنك؟ هذا ابني. اسمه؟ هذا اسمه سامح. سامح. طيب أبا سامح، يعني احكي لي، أنت دارس؟ درست؟ كمل دراستك؟ أيوة نعم دارس، معي ثانوية عامة، معي دبلوم سكرتارية، ومعي جنبي شهادة خبرة. بس الأشغال. اشتغلت ولا؟ أيوة اشتغلت. اشتغلت في مستوصف ريدان، اشتغلت في الشفاء للمياه الصحية، اشتغلت في معهد راكسل مدرس، ولكن حاليا توقفت على العمل. ليش توقفت؟ ما فيش ظروف يعني. ما آخر مرة اشتغلت فين؟ في معهد راكسل. يعني أنت إيش بطبيعة عملك هناك؟ المعاهد أو مثلاً في الشركة؟ أنا في الشركة كنت بقسم المبيعات، وفي المركز راكسل كنت في هناك، أنا كنت هناك قسم مدرس في مادة الرياضيات سنة 9. هذه لما يكون في دورات، طبيعة عملك لما يكون في دورات. وهذا على نسب، لما يكون في دورات تروح تدرس هناك. نسبة بس. نسبة فقط. نسبة. محتاج دخل شهري يعني. أكيد، عشان أفتح بيت إيجار ومعي طفل، معي زوجة. أكيد محتاج. أنت عايش كنت في بيت إيجار؟ أنت قلت لي ده بيت الوالد يعني. هذا بيت أمي. برضه كمان إيجار، مش إنه بيته، إيجار كمان. الوالدة هذا وإيجار. إيجار. ليش أنت عايش عندهم يعني؟ لا، كنت عايش بيت لحالي، بس لما الظروف ضاقت سلمت البيت، ما قدرتش عاد. يعني سلمت البيت لإيجار والآن أنت عايش عند أهلك؟ نعم. زوجتك فين؟ زوجتي بيت أهله في المنصورة، وأنا جالس هنا عند أمي على قاية ما ألاقي بيت، ولنضم لفرنسا. كم لكم مع بعض يعني مفترقين عن بعض؟ ستة شهور. وزوجتك بيت أهلها وأنت بيت أهلك؟ هي هناك بيتهم وأنا هنا بيتنا. ابنكم بينكم يعني؟ هو يروح هنا ويروح هنا، يعني عندك ساعة عند أبوه ساعة عند أمه. كيف تشعر انه في استقرار؟ تشعر بنفسيتك كيف يعني؟ طبعا يعني الاستقرار مهلوش، واحد لما يجلس مع زوجته وعياله هو الاستقرار، اما الواحد ممكن مش مع زوجته وعياله الاستقرار هذا. بس الواحد يسوي مع ظروف الدنيا هذه يعني الحال، مش مشكله الواحد يتحمل يعني. ما قدرتش تسوي هنا يعني في البيت؟ لا صعب، ان البيت صغير، غرفه وصاله هي، يعني مش ان البيت كبير، غرفه وصاله، حمام، مطبخ، فصعب يعني. انا وزوجتي جينا عايشين، انا معي سامان وبرضهم معهم سامان، فصعب يعني. فأمي جزاها الله خير على قابلتنا أمي وأخواني. عارفش بيتك فين؟ عند طرهان، عند ناس طارح له. عارفش بيتك كامل يعني عند ناس؟ ما أوه كامل طرهان عند ناس، لغاية ما الله يسهل بيت وأروح شال حاجاتي من عنده. عارفش كان معك متكامل يعني، معك عفشك متكامل؟ لا مش معي ثلاجة عادو، حتى شو مش معي. كنت عايش 6 سنين بلا ثلاجة ولا طباخ يعني؟ لا كنت البداية عايش مع أمي، بعد الفترة الأخيرة خرجت لحالي، بعد الحرب ما رجعنا رجعت لحالي، خرجت البيت لحالي، فكنت أجيب تالف وأجيب كده ومشي يعني، والخسارة كل يوم بيومه كان يمشي. طيب تامر، نحن في برنامج وقفات إنسانية، ممكن يعني ندعمك بإيش من ناحية؟ ممكن هو البرنامج بيوفر فرصة عمل للناس اللي مش قادرة تجد هذه الفرصة، إيش الفرصة ممكن نحن إذا ساعدناك فيها ممكن تشتغل؟ أي مجال أنا قادر أشتغل فيه، على اي مجال، حتى مكان شيبس، مكان اي حاجه، مبيعات، اي شيء، قادر اشتغل باي مجال، قادر اشتغل. انا عندي قدره على العمل، بس يعني ما فيش فرص عمل لا الاقيها. ما وجدت. عندي قدره على العمل، انا على اي حاجه قادر اعمل، وما استحيش يعني. اكيد لا، ما حد يستحي من العمل يعني والشغل. طبعا
طيب تامر، يعني انت تشعر انه مثلا اذا وجدت فرصه للعمل بتقدر مثلا ترجع انت وزوجتك وولدك يعني في بيت واحد، تصبحوا في بيت واحد؟ اذا الله سهل علي بظروفي باكيد بشيل زوجتي وابني، يعني ما يمشيش يعيش مع زوجته وابنه، كل واحد يعيش مع زوجته وابنه، بس الظروف اللي حكمت وخرجت. وان شاء الله اذا حصلت فرصه عمل وحصلت هذا برجعهم اكيد. شهر رمضان، يعني احنا في شهر رمضان، كنت تتمني انه شهر رمضان يجي وانتم مجتمعين مع بعض؟ اتمنيته بكل منه والله العظيم، انه يقزع شهر رمضان انا وزوجتي بنكون سوا ببيت واحد، بس ما فيش، يعني ما حصلت. والله كريم يعني، ولكن بس اتمني الصراحه انه يجي ابني وزوجتي يكونوا معي، بس ما فيش يعني. الله كريم يعني. الله كريم. طيب ابو سامح، طيب ممكن الان نتحرك ونروح ناخذ الاشياء اللي تحتاجها لمشروعك؟ ممكن عادي بشري حاجه يعني عادي. عادي ممكن. مشاهدينا الكرام، طبعا سامح هو بيحتاج يعني مشروع، طبعا مشروع هو صغير، هو حاول يبحث عن موقع او محل الايجار، بحثنا عن محل الايجار لكن للاسف ما وجدنا، والوقت ضيق ولابد انه يتم البرنامج وسجل البرنامج وتسجل الحلقه لسامح، عفوا لتامر، في فتره هذا الشهر الكريم رمضان. لكن يعني تامر شغفه وحبه للعمل واصراره على انه يعمل بحيث انه يرجع زوجته وولده ويعيشوا في بيت واحد مع بعض، يعني قال يكفي انكم توفروا لي أجهزة أنا ببيع فيها حتى جنب بيتي، يعني جنب باب أهله يعني. فقلنا خلاص ممكن احنا نوفر الآن لتامر يعني أجهزة، وهي طبعا جهاز خاص ببيع بطبخ الفوشار، جهاز آخر يعني تقطيع البطاطا أو الشيبس، وجهاز وقلاية، يعني قلاية للشيبس. الآن نروح نحن وتامر وبنشتري دي الأشياء، وكمان تامر يحتاج أشياء أخرى يعني إضافة إلى عشان يشتغل فيها لعملية الطبخ الشيبس وغيره يعني. تعالوا الآن بنا نتسوق مع تامر ونشوف إيش اللي بيحتاجه غير هذه الأجهزة وبنشتريها له. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في السوق، طبعا نزلنا أنا وتامر وسامح معانا يشاركنا، نزلنا ناخذ اسطوانة غاز لمشروع تامر. تعال يا تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان كريم إن شاء الله. كيف حالك عمو؟ في نعمة والحمد لله على كل حال. الحمد لله، إن شاء الله دائما بخير وعافية يا رب. حابين ناخذ نحن طبعا. هذا يا بنتي. أيوة. الشيخ هذا قال البنت هذه طيبة ومن أصل طيبين، لو إنها تتحجب لكان خير لها. طيب ولا يهمك، ان شاء الله وانت حقك ان شاء الله تعالى. مرحبا. ان شاء الله، الله يحفظك. بس حابه ناخذ منك اسطوانه غاز، نحن برنامج وقفات انسانيه. تفضل. يعني البرنامج، شو بقول لك، البرنامج يخلق فرصه عمل للشباب. خير. البرنامج يجري يعمل عمليات جراحيه للناس اللي مش قادره تعمل العمليات الجراحيه ماديا، مش قادرين يعني، فنحن عبر البرنامج نقدر نعملهم. لو كنت عامله برقع بوقيه ما كنتش اقدر اقدم البرنامج، مش كنت اقدر اخدم الناس. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. صح صح، يعني كل واحد يجاهد في مكانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، عمل صالح ان شاء الله، وانما الاعمال بالنيات. ولكل امرئ ما نوى. أيوة. الحمد لله. الله يحفظك. امين. الله يرضى عليك ان شاء الله ويوفقكم للعمل الصالح ان شاء الله. يا رب. معنا الآن شاب، طبعا نشي ناخذ له اسطوانة غاز مع مشروع صغير دعمناه في قطاعة الشيبس وقلاية الشيبس وفوشار، جهاز فوشار أو آلة فوشار، فنحن نحب الآن ناخذ منك اسطوانة الغاز، ممكن؟ طيب طيب، عمل طيب. ساهم أنت في الخير كمان، ساعدنا بالسعر. لا نحن نبيعه من 8 و700، لكن أنت 8 و500 بس. 8 و500. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يلا شكرا لك. إن شاء الله حياكم الله. ممكن؟ أيوه هات معهم.
مشاهدي الكرام، طبعا لا زلنا نبحث عن الاشياء اللي بيحتاجها مشروع تامر. طبعا اخذنا آلة الشيبس، آلة تقطيع البطاطس، وآلة القلاية، وآلة الفوشار، وكمان اسطوانة الغاز. يتبقى ناخذ يعني طاولة بيعرض فيها الاشياء اللي بيطبخها. طبعا يعني تامر، سؤال واحد قل لي ايش الرساله تحب تقولها للشباب؟ يعني الان اول مره كلمني انت، يعني وصلت لمرحله ياس بعد ما خلاص سلمت بيت الايجار واصبحت بلا عمل بلا وظيفه كذا، وزوجتك في مكان وانت في مكان، هل وصلت لمرحله الياس؟ يعني اكيد طبعا، هذا اكيد يعني شيء طبيعي. لك الياس؟ اكيد طبعا مرحله الياس وصل اكيد، بس ان شاء الله الله بيعوض عن كل حاجه ان شاء الله يا رب. طيب الان ان شاء الله تشعر انه مثلا في بدايه امل او لا؟ يعني مثلا هذا ان شاء الله في، ان شاء الله يكون في بدايه امل ان شاء الله باذن الله. طيب ايش الكلمه اللي تحب تقولها للشباب؟ يعني الان شباب خريجين كثر من جامعات عدن، من الجامعات، من معاهد، اصبحوا بلا عمل، شركات كثير انهم يبحثوا عن عمل، والله يكون رازق على كل واحد. عجبتني يروح يبحثوا عن العمل، الله رازق عن كل واحد. عجبتني عن العمل، لازم يبحثوا عن عمل. عجبتني في كلمه يا تامر، انه قلت انا ما استحيش، انا ممكن اشتغل في اي شيء، ما اخجلش انا من الشغل. اكيد طبعا هذا الشيء طبيعي، يعني بحد يخجل من اي حاجه. طيب الان في شباب خريجين جامعات يقول لك انا مشيش توظف الا بشهادتي. يعني مثلا واحد خريج اداره اعمال مشيش اشتغل الا في بنك، اشتغل مثلا في شركه، مش واجد عمل، خلاص بيجلس في البيت. انت كيف تشوف هذا الشاب؟ يعني هذا غلط، يعني ضروري الانسان يقدم حياته لاي حاجه، والله بعد يرزق اي واحد، يعني ضروري الانسان يقدم هنا وهنا، والله كريم. والعمل مش عيب، يعني ممكن في اي مجال، مش شرط انه في نفس وظيفته او في نفس درجته العلميه. العمل مش عيب، واحد يقدم اي حاجه، يعني العلم على قم والعمل على قم، طالما تتوفى على بال ما تتوفر الوظائف، يعني الواحد لابد يشتغل. يعني اكيد هذا عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. رمضان كريم. علينا وعليك إن شاء الله. من أول تقول إنه البرنامج هو برنامج وقفات إنسانية، شفت أنت الكاميرا طمعت يعني وقلت بزيد عليهم السعر، هو البرنامج إنساني. برنامج وقفات إنسانية خلق فرصة عمل للشباب، ليش يعني الشاب اللي يشتي يشتغل، يعني اللي حابب يعمل، واللي يحب إنه يعني يكسب لقمة عيش بعرق جبينه يعني. أنت صاحب المحل؟ يعني الطاولة يعني هذه كم سعرها؟ سعرها ب6000 ريال. هذا سعرها العادي، يعني انتقلت عشان الكاميرا ب6000. كاميرا ب6000. بالله احنا نبيعها ب6500 بس نقطع. وعشان برنامج انساني؟ والله احسب لك 5500 لك. 5500. ان شاء الله. طيب انت بتخاف. مالك حبيبي ايش تشتي؟ ايش تقولي؟ ايوه رمضان كريم. رمضان كريم. يلا غني. ايوه. خلاص شكرا شكرا. نعم جيبي لي انت جايزه. هني في الدقل يا عمري، شفت كيف؟ يلا كم الان اخر؟ خلاص 5000. باقي قليل فطور. يلا الحين احنا معلش عشان ما نتعب صاحبنا ونصور، خلينا نختصر المساله. كم يعني تختصري؟ 5000 والله. 5000 خلاص هبي لك. ماشي 500 خلاص محقق الكاميرا. تمام يا
يعني خمسة. 5000 ريال. انت بتغلي 500 عادي مشكلة. لو انت بتنقص 50 افضل. باقي سؤال ثاني. باقي رقم الامشي الشرطة. كيف؟ ثاني مرة. باقي الامشي الشرطة. اي. تفضل. مرضي يشتري 3500 كل له عمل انساني. اه لا صح لازم تفضل. يلا نقص له يلا. يلا كمان نقص له هو كمان اشتري ما نقص لك. على قد اعطيني فاتورة لو سمحت فاتورة. مشاهدينا الكرام طبعا نحن الان في بيت تامر، اخذنا ويعني لفينا في الاسواق في كريتر واخذنا الاشياء اللي بيحتاجها تامر لمشروعه الصغير. طبعا مشروع تامر كما قلنا بيكون امام بيته، بيبيع البطاطا الشيبس وبيبيع الفوشار. هذه آلة خاصة بطبخ الفوشار. اي ثقيله. هذه آلة خاصة بطبخ الفوشار. تعرف تستخدمها يا تامر؟ بنشوفها اكيد بنشوفها اكيد بتكون لها كتالوج خاص وانت بتتعلم كيف بتستخدمها. طبعا هذه لو سمحت تامر ممكن هذه قلايه خاصه بالبطاطس الشيبس. تمام تعجبكم بطاطس شيبس؟ تحب بطاطس شيبس ولا اكيد تحبها هندي اصلا هندي اكيد بتعرف تحبها يعني هذا اكيد. طيب ما فيش بطاط حمر، فنانين الهنود وكمان المصور حقنا هندي كمان. يلا 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 هنود. طيب هذه الآلة خاصة بطبخ البطاطا الشيبس او القلاية. معنا كمان هذه قطاعة للبطاطا الشيبس. هذه القطاعة شفتوا كيف؟ هذه القطاعة ايوه كده، ها نحط البطاطا ونعمل بها كده صح؟ تعرف؟ ايوه اكيد. أكيد. طيب أنت بتشوف ممكن شباب ممكن تتعلم من الناس اللي بتبيع بهذه الأشياء ممكن تستفيد منهم صح؟ أكيد أكيد هذا شيء طبيعي يعني. طيب كمان هنا جبنا لك إذا حبيت، لأن إحنا في رمضان ممكن تبيع الباقية، ممكن تبيع سمبوسة، ممكن تبيع أي مقليات أخرى. الفلوري الهندي يا سلام حلو الأكل الهندي. أيوة خلي ماما تعلمك كيف تطبخ الفلوري. طيب هذه المقلة بيعمل فيها بيقلي فيها، قالوا هذا زيت، أنا قلت هذا إيش هذا؟ قالوا زيت، الزيت عشان ما تصديش هذه المقلة. هذه كمان طباخة بيطبخ فيها، وهذه يعني حكاية هذه أخذناها عشان إيش؟ لأنه قالوا في أزمة غاز، يعني مش قالوا إنما هذه نحن نعيشها، أزمات متعددة في عدن من الغاز للكهرباء إلى المياه يعني كل أزمات بأزمات، لهذا نحن جبنا هذه الطباخة خاصة يعني ما لهاش علاقة بالغاز، أي ممكن تستخدمها بالغاز، أيوه غاز يعني في العدن غازة. طيب هذه احتياط في حالة إنه في أزمة في الغاز، الغاز الطبخ ممكن يستخدم هذه بدلا عنها. هذه أسطوانة لأسطوانة الغاز لهذه الطباخة. يعني كل ما يحتاجه تامر لمشروعه الصغير من أمام بيته هو عبارة عن بيع المقليات، منها مقليات وأيضا بطاطا الشيبس، الفوشار بيبيع. ممكن نجي نزورك وناخذ منك ممكن؟ إن شاء الله في أي وقت أهلا وسهلا أكيد في أي وقت. بيع لنا برخيص ولا بتغلي علينا؟ لا زي الناس. يلا تخفض لنا صح؟ أكيد طبعا. طيب إيش يبقي لك؟ يبقي لك طبعا البطاطس، تشتري البطاطا تمام؟ باقي البطاطا تشتريها، باقي الزيت، إضافة لأنه الأسطوانة الغاز فارغة بدون غاز تمام؟ نحن بنعطيك مبلغ بتشتري المبلغ ده بتشتريه بتعبي الأسطوانة هذه بالغاز، بتشتري البطاطا وبتشتري الغاز وبتبدأ تشتغل من جنب بابك يعني صح؟ أكيد هذا يعني أكيد. متى بتبدأ؟ ان شاء الله هتدور من بكره ولا من بعده وبضيع اشتغل على طول خلاص. ربنا يوفقك. طبعا احنا بناخذ لفه كده، بنروح معنا اشخاص كده وبندعمهم بالبرنامج. في اخر الحلقه او حلقات البرنامج ممكن نعمل حلقه للشباب اللي استفادوا من برنامج وقفات انسانيه، ونجي نصور معك وانت في مشروعك وتشتغل فيه ان شاء الله. برضه اشكر لهذا البرنامج على
على كل شيء يعني. انت مرتاح الان؟ اكيد طبعا. بجد وصف لي شعورك. بجد اكيد والله اكيد. طيب تشعر انه بيكون فارغ كذا بحياتك يعني؟ الا كيف في شيء قبل حياتي اللي بيشغلنا يعني، في شيء من العمل اللي بيشغلنا. كيف كنت هو تقضي وقتك وانت يعني جالس في بيت اهلك؟ تشعر انه زوجتك وابنك خارج البيت مش عندك، هم ببيت اهل زوجتك وانت في بيت الوالده. كيف تقضي يومك وانت بلا عمل ورمضان وقته طويل؟ يعني ايش كيف تقضي الوقت؟ انت زعلان انت لانه الناس كلها في بيوتها في رمضان وعايشين اسري جمع اسري وكذا، كيف كنت تقضي وقتك؟ هذا الله شاهد اللي كان عليك، كيف كان زعل الله شاهدك. الحمد لله الله يعني وفقه ووسل عليه في هل الخير وهنتو يعني. اليوم انت مرتاح؟ اكيد بقيت يعني اليوم مرتاح لو والله الحمد لله، ربنا يفرحك دائما ان شاء الله. امين ان شاء الله وانتو كمان ان شاء الله. طيب بنعطيك الان مبلغ، هذا المبلغ بتشتري فيه الاسطوانه تعبي فيه الغاز، اضافه لانه بتشتري البطاط وبتشتري الزيت وخلاص وتبدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك ان شاء الله، يوفق الجميع ان شاء الله وجميع الشباب ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام طبعا من بيت تامر ننهي هذه الحلقه من برنامج وقفات انسانيه، اجهزه تامر كلها موجوده، ونتمنى يعني انه تامر يبدا هذا المشروع ويكون فاتحه خير عليه ويتغير في حياته، ونجي مره ثانيه ونشوفه هو واسرته في بيت واحد مجتمعين هو زوجته وابنه، وتكون معه مصدر دخل دائم، ويكبر مشروعه ويكون معه حل. وأتمنى له كل التوفيق. طبعا أعزائي المشاهدين من هذه الوقفة الإنسانية ننهي حلقة برنامج وقفات إنسانية، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في وقفات إنسانية جديدة وشباب جدد بإذن الله، ووقفات إنسانية جديدة تدعم الشباب. إلى اللقاء.